أنا حذرتكم قبل أيام، بل نبهتكم، قلت لكم أنه هناك مؤامرة وهناك مخطط يستهدف الجزائر. أي تصريح ماهوش مليح، أي تصريح يزرع الفتنة، يزرع البلبلة، يزرع الشقاق بين أوساط المجتمع الجزائري، تلقفها بعض وسائل الإعلام على رأسها قناة الشرق في إسطنبول. قناة الشرق في إسطنبول اللي قلت لكم في هذاك المنشط الصحفي واسمه معتز مطر، اللي عنده علاقة مع قبيلة قلنا الإرهابي هذاك اللي واسمه اللي الجزائري اللي موجود في تركيا، وعنده علاقة مع مجموعة حركة واسمهم مؤتمر الأمة وحركة رشاد وكرامة وزيت زيت وبيض بيض وتتت. هذا العصابة تعرفوهم، العصابة هذه اللي تسعى إلى زرع الفتنة والبلبلة والشقاق والنفاق والخيانة في الوسط الجزائري. الأمور المليحة، التصريحات السياسية المليحة لرئيس الجمهورية تبون أو الوزير الأول أو كذا ما يتكلموش عليها. أتحدى هذا معتز مطر ينزل الخبر نتاع الوزير الأول جراد، يقولها والوزير الأول قال كذا وكذا وكذا، لأنه تصريح يخدم مصلحة الوطن ويزرع الأمل ويزرع التفاؤل في الوسط الجزائري ما يديرهاش. لكن غضب الشارع الأمس على جال المعلمة وتعاطف الشعب مع المعلمة وغلطة الوالي راح دار عليها حصة، الوالي وهران وكذا والفتنة وكذا، لا 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 لا. حابين خراب البلاد، الله ينعلكم. انت وش دخل راسه تاع جد والديك الحلوف بالحلوف؟ انت مصري وحتى لابس السيسي. اهدر على المدارس المصريه يا كلب، دوك نخرج لك فيها طاي طاي. وش دخلك في الراسه تاع جد مدرسه في وهران؟ يا طحان، قالوا لك عيطوا لك جماعه زيت زيت وطيطيط، قالوا لك اكتب هذا، اهدر على الخبر هذا. مشاكل تاع مصر يوميا، عندكم جرائم ومشاكل في مصر وفي تركيا، اهدر عليها. وش دخلك في راسه تاع الجزائر؟ كل يوم تحكي على الجزائر وتحكي في النقاط السلبية، النقاط السلبية التي تزرع السم والحقد في الأوساط. لكن الأمور اللي فيها الخير، رئيس الجمهورية تبون يصرح بتصريح يخدم القضية الفلسطينية ما هدرتش عليه. عبد العزيز جراد ينتصر للمعلمة والمعلمين ويشكر المعلمة ويبجل رجال التعليم ونساء التعليم ويحذر بطريقة غير مباشرة الوالي وباقي الولات. هذا الكلام هذا ما في قناة الشرق ما يعجبهمش، لا ما تقولوش كيف هذا، راك تشكر في الحكومة وتشكر في الوزير الأول. لا، شفنا حوايج اللي مش مليحة، حوايج اللي مش مليحة اضرب، حوايج اللي مليحة دير روحك ما شفتهاش، ما شفتهاش. شتو خيانة؟ على الأقل احنا أولا زيتنا في دقيقنا، نتعاركوا بيناتنا جزائريين. أنا جزائري سب الجزائري ما تسنيش يا معتز مطر، أنا جزائري سب هل في يوم من الأيام سمعتوا بن زديرة يتكلم على مدرسة أو أي شيء في مصر بشكل داخلية؟ ما ندخلوش فيها، ما ندخلوش. احنا اللي تكلمنا نتكلموا في الأمور اللي تخص الجزائر. أنا اللي تكلمت على السيسي نتكلم على السيسي وتدخله في ليبيا اللي تخص الجزائر. يريد حرب في ليبيا تنعكس على الجزائر، نتكلم على السيسي. لكن مشاكل داخلية، الطعامية والفلافل والمش عارف أنا وش اللي والكفتة وكذا المصرية، عمري ما هدرت عليها. أنا عمري ما أتكلم في مشاكل داخلية، هذه من ناحية. من ناحية ثانية، بن زديرة لما يتكلم لما يكون شيء مليح يقول للمحسن أحسنت ويقول للمسيء أسأت. أنا البارح انتقدت الوزير الأول وسبيته وقلت عليه كلام مش مليح، لأنه أساء، لأنه كان تصرف سلبي، كان تصرف غير مقبول. اليوم ها أنا أشكر وأحيي وأثني على الوزير الأول عبد العزيز جراد لأنه قام بعمل إيجابي. إذا نقول للمحسن أحسنت ونقول للمسيء أسأت. لكن هذا الخونة،
هذه الكلاب، هذه المرتزقة اللي راهم يحرشوا في هذا معتز مطر في الشرق، في قناة الشرق في إسطنبول، يعطونه فقط في الأخبار التي تضر مصلحة الجزائر، لكن الأخبار التي تنفع وتزرع الأمل والتفاؤل والتسامح والمحبة يقولوا لا ما تقولهاش، قول الكلام برك اللي مش مليح، كلام اللي مش مليح قولوا، هذا أمر غير مقبول لا من الناحية المهنية ولا من الناحية الأخلاقية، غير مقبول. أظن أنني النقطة الأخيرة اللي حبيت نوجهها، هذه النقطة هذه نوجهها مباشرة لي المعني بالأمر، اللي يعرفوا يوصلها له مباشرة، اللي راهو يسمع فيا اللي راه يسمع فيا صح مش يسمع فيا، نطلب من جماعة دي السياسة، جماعة الأمن العسكري، رسالة إلى ضباط الأمن العسكري الجزائري دي السياسة، اللواء محمد قايدي، اللواء محمد قايدي مدير الاستعمال والتحضير بوزارة الدفاع اللي هو أهم منصب في وزارة الدفاع، مستهدف بشكل مباشر، هناك تحذير لعملية اغتياله عن طريق تسميمه. الرسالة اللي نوجهها له محمد قايدي نقول له احذر، ما تشاركش في أي وليمة، ما تاكلش برا، ما تشربش برا في أي سفارة، في أي ملحقية عسكرية، في أي اجتماع، في أي تجمع، في أي لقاء، هناك مخطط، هناك مؤامرة، هناك معلومة سرية جدا، يريدون التخلص منك عبر تسميمك، حابين يسموك في ماكلة وفي شراب، إذا تروح لكشمع احتفال في سفارة أو قنصلية أو اجتماع ناتو أو اجتماع قادة البحر الأبيض المتوسط أو اجتماع 5+5 اللي انت عضو فيه، ما تشرب ما تاكل ما حتى حاجة إلا الشيء اللي انت تحضره، ما تشرب لا قهوة لا جازوز لا كوكا لا جدرونج بالتفاح لا جدرونج بالخوخ، حبس، راك مستهدف، يريدون التخلص منك عبر تسميمك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ألقاكم في موعد قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.